أهلا وسهلا بحضراتكم. إحنا هنا في الحلقة رقم 4 في المكونات الخاصة بالهول ماركس أور أو فيرسز كاركترستكس، وعندنا دلوقتي كونسبت جديد اسمه أوبجكتيفيتي. طيب يعني إيه أوبجكتيفيتي؟ يعني موضوعية. طيب يعني إيه موضوعية؟ يعني خليك مرتبط بإيه بقى؟ مكونات إيه اللي عاملها وأحققها عشان أبقى حققت موضوعية، فبالتالي ارتبطت أكتر بمفاهيم الـ scientific research. تعالوا نقرأ مع بعض كده جزء من الباراجراف ده. The conclusions. Conclusions دي فين يا جماعة؟ في الستة steps كانت آخر حاجة. في الستة steps تعالوا نراجعهم مع بعض. Problem definition, literature review, research design. بنقف نراجع ونطمن خط، وبعدين ننتقل إلى data collection, analysis, conclusion. الله، ده researcher خلص. Drawn through the interpretation of the results of analysis أو of data analysis. يبقى في عنده results أهو، يعني عمل data analysis، يعني ال conclusions C اللي جاية من الخطوة اللي قبلها على طول. الخطوة اللي قبلها دي اللي هي ال analysis should be objective، يبقى موضوعي. طب ازاي؟ They should be based اللي هي ال conclusions on the facts of the findings derived from actual data. Actual data دي اللي هي خطوة أنهي؟ الخطوة اللي قبل الاناليسز اللي هي رقم 4 في الستة ستيبس. يبقى الكونكلوجنز لازم تيجي من الاناليسز، والاناليسز ده لازم يجي من الاكتوال داتا. الفايندنجز والفاكتس والاوتكم اللي هتقوله لنا ده لازم نطمن كويس قوي الفاكتس والفايندنجز اللي هتقولها لنا دي انها تم سحبها، تم ربطها، تم استخلاصها من الاكتوال داتا. طب انا هوصل الاكتوال داتا ازاي؟ عبر الاناليسز. اند not on our أو your يعني as a researcher own subjective or emotional value. يبقى مش عايزين هنا ندخل ال subjectivity اللي هي الخروج عن الموضوعية. طب هخرج عن الموضوعية وهبقى ايه؟ هبقى منحاز سلبا لاختياراتي وأفكاري وآرائي. على سبيل المثال، for instance if we had a hypothesis that stated، ادي hypothesis ايه؟ greater participation in decision making، greater participation in decision making would increase organizational commitment. يبقى زيادة استخدام ال participation في decision making، انك تزود مشاركة الناس في اتخاذ القرار، would increase employee commitment. كويس، احنا دي hypothetical statement شبه اللي فاتت، بتقول ان الزيادة في اتخاذ الناس في مشاركة القرار هتزود ال organizational commitment. كويس، this was not supported by the results. ده ما لقيتلوش دعم من الريزلتس. انهي ريزلتس؟ اللي هي الخطوه اللي قبلها على طول، اللي قبل الكونكلوجن في الاناليسيس. It would make no sense، ليس من المعقول وليس من المقبول، if the researcher continued to argue، ما زال يجادل ويناقش، انه بص بيناقش ايه هنا؟ انه برضه increased opportunities of employee participation لسه ليها فايده. الله، جبت ده منين؟ ده احنا الريزلتس بتقول عكس كده. such an argument، هذا الجدل، هذا النقاش اللي بيعمله الريسيرشر، would be based not on factual data based research findings. امال على ايه جابها؟ جابها منين الريسيرشر؟ انها ليست على حقائق علميه ولا على التحليل البيانات اللي طلع، but on the subjective opinion of the researcher، على مزاج وكيف وهوى ورغبه الريسيرشر، على غير حقيقه المعلومات او الداتا اللي تم تحليلها من الريسيرش الساينتفك ده. لو روحنا للاكزامبل اللي بنشرحه، ادي الستة ستيبس بتوع الديدكتيف ابروتش. بروبلم ديفينيشن، ليتريتشر ريفيو، ريسيرش ديزاين، نقف نراجع، داتا اناليسز، كونكلوجن، اناليسز، كونكلوجن. فبيقول اهو خلي بالك بقى ان الكونكلوجنز دي عشان تبقى اوبجكتيف، الريسيرش ده يبقى اوبجكتيف. وخلي بالكوا هنا برضو الاوبجكتيفيتي او بينج اوبجكتيف لا تعني فقط المرحلة الأخيرة ما بين الكونكلوجن والأناليسز، يعني مش مقصود بيها المرحلة دي فقط. شايفينها؟ ده هي كونكلوجن أناليسز، هل مقصود بيها المرحلة دي فقط؟ لا. والمقصود بيها إيه؟ تعال نشوف. بيقول إن الكونكلوجنز should be drawn، لازم تسحبها من هنا، نلاقيها هنا. وبالتالي مهم قوي إن الأناليسز ده يكون جاي من، راقب بقى السهم الأصفر معايا ده، شوف الأسهم الصفرة دي، هنعملها بالراحة خطوة خطوة. حاضر. الأناليسز تبقى جاية من الداتا. طب والداتا دي جبتها منين؟ جبتها بناء على الريسيرش ديزاين. فاكرين الريسيرش ديزاين كان فيه ايه الحلقه اللي فاتت؟
كان فيه هنا انه بنفحص تستابيليتي، بنفحص القابليه للفحص، العلاقه اللي ما بين فاريبل مثلا زي السالري والكوميتمنت، فاريبل مثلا زي بارتيسيبيشن في الديسيجن ميكنج و البرودكتيفيتي او الكوميتمنت. كويس، فلازم الداتا اللي جمعناها هنا دي تكون جايه بناء على الهايبوثيتيكال ستيتمنتس اللي هنا. طيب وهي الهايبوثيتيكال ستيتمنتس دي جت منين؟ جت بناء على دمج الليتريتشر بالبروبلم ديفينيشن، دمج الليتريتشر اهو مع البروبلم ديفينيشن. يبقى احنا هنا بنحاول نراعي على قد ما نقدر ان احنا نربط ده بده. وبالتالي تقدر تقول لي طيب وانا همشي الريسيرش بتاعي بالمقلوب؟ لا مش بالمقلوب، احنا بس بنفهمك بالمثال ده انه الكونكلوجنز تبقى جايه من الاناليسز، اناليسز جاي بناء على الداتا، الداتا جايه من الديزاين، الديزاين مبني على ليتريتشر وبروبلم. انما حضرتك هتمشي بالنسق الطبيعي من الاول. طيب يبقى من الاول ده يبقى بروبلم ديفينيشن. البروبلم ديفينيشن دي معلش بالراحه اهو، البروبلم ديفينيشن اكتبها كويس. يعني ايه تكتبها كويس؟ فيها اوبجكتيفيتي، يعني الناين اليمنتس يبقوا مرتبطين. اربط لنا ما بين المنتج والعميل والظروف الاقتصاديه والظروف السياسيه والظروف الاجتماعيه وواقع الناس وواقع الشركات ونظام العمل جوه، كل شيء، الانترنال اكسترنال انفايرمنت بالمانجمنت فانكشنز، بكل حاجه حتى بالشكل القانوني للشركه. عشان كده قدمنا لكم الموديل الناين اليمنتس ده. ده تطوير معمول بساينتفك ريسيرش، معمول بيقول انك تقدر تعرف بيه مشكله وتنتج منها مين بقى اللي تروح تكلمه كستيك هولدرز يدعموا لك ويأيدوك او يختلفوا معاك في اللي انت قلته. وبالتبعيه تكتب ميجر وماينر وكليمز، ميجر ماينر كويستشنز وكليمز. وبالتالي هنراقب الاوبجكتيفيتي جوه البوكس ده نفسه الخاص بالبروبلم ديفينيشن، ولما نطمن له هنراقب انه مربوط كويس بالليتريتشر. طب الليتريتشر نفسها، مش احنا رحنا في الحلقه اللي كنا بنسيرش فيها على الليتريتشر، جبنا بيبر والثانيه والثالثه والرابعه، عايزين نطمن البيبرز دي مرتبطه ببعضها. يعني ايه علاقه البيبر الاولى بالثانيه بالثالثه بالرابعه بالخمسه بالثلاثين 40؟ كل دول لازم تورينا ربط وارجيومنت ونقاش حقيقي يربط الليتريتشر دي ببعضها، وليه استخدمتها وليه جبتها. دمجت الاثنين مع بعض، بنيت على اساسهم ريسيرش ديزاين اللي هو هيبقى فيه اللي نعرفه ايه دلوقتي عن الريسيرش ديزاين، هايبوثيتيكال ستيتمنتس. فكل اللي نعرفه انك تحقق هايبوثيتيكال ستيتمنتس وتكتبها جوه الريسيرش ديزاين. لقيت عندنا هايبوثيتيكال ستيتمنت وموجود عندك هايبوثيتيكال ستيتمنت، هنراجع نطمن انها سليمه كويسه صح مرتبطه بالعلم وبالبروبلم. يلا حضرتك جمع داتا. بناء على ايه الداتا؟ بناء على الريسيرش ديزاين ده. اروح اجمع داتا، الداتا اللي قدامي دي بس هي اللي عاملها اناليسز، الاناليسز اللي قدامي ده بس هو اللي طلع منه كونكلوجن. هيبقى عندك بدايل تعمل اناليسز كتير، وعندك اختيار تجمع الداتا اللي انت عايزها بشرط تكون جايه من الريسيرش ديزاين. مش كل داتا تقابلها تجمعها، مش كل داتا لقيتها كويسه تجمعها. وبالتالي بقت كان الاوبجكتيفيتي هي تحقيقك للربط اللي بالخطوط الصفراء دي والخطوط الحمراء، ودي شكل رمزي فقط سيمبوليك كده عشان يقول لك انه الدمج والربط هو الموضوعية الحقيقية ما بين مكونات الريسيرش، ليست فقط المكونات الكبيرة الأساسية الستة، ولكن جوه كل بوكس من دول هنطمن إن عندك ربط ما بين المكونات بتاعته وبعضها، وبالتالي تحقق عندنا انتجريشن وربط، وما بقتش كريسيرشر بتتكلم من دماغك وخلاص. طب أنا يعني كده مش هينفع بقى في الريسيرش أضيف فاريبل ما عندي؟ لا هينفع، بس تقنعنا بأدلة من البروبلم ديفينيشن إن هو موجود. طب ينفع أسيب ليتريتشر واستخدم ليتريتشر تانيه علشان يبقى عندي بصمتي واختياري وشخصيتي البحثيه تبان؟ او ماله، بس قول لنا انك سبت ده واخترت ده، وسبت ده ليه واخترت ده ليه؟ اخفائك لده هو اللي مشكله، سواء بالخطا او عن عمد. وبالتالي بقت الاوبجكتيفيتي انك تحقق لينك حقيقي وانتجريشن حقيقي ما بين خطوات الريسيرش الكليه والتفصيليه الفرعيه. بعد كل ده بقى، هل يا ترى الاوبجكتيفيتي كاركترستيك ولا هو المارك؟ نفكر مع بعض ونلتقي في الحلقة اللي جاية، غالبا هنتكلم عن الريبليكابيليتي واللي بعدها عن الأوبجكتيفيتي. شكرا جزيلا لحضراتكم.